قبلت قائد، قبلت إنسان موسوعة، إنسان فهمان كثير، إنسان عنده بعد، إنسان عارف شو بده. حكى لي يعني حكى بالضبط التفاصيل من بداية حتى التفكير في موضوع الهروب لحد ما استطاعوا أنه يحفروا النفق ويهربوا. طبعا شدد كثير أنه حاولوا كل الوقت في وقت هروبهم ما يدخلوا الكرة العربية مشان ما يشركوش ناس آخرين، وعلى أساس ما يعرضوش أي فرد من شعبنا بالداخل لأي مسائلة مستقبلية. وتحملوا كثير في هذا الموضوع، اللي كانوا يقدروا يفوتوا الكرة حتى يشتروا أكل أو يتزودوا بطعام بماء بأي شيء كان، ولكن كان اللي تحفظنا كثير إنه ندخل الكرة العربية، ومشان ما ندخلش أي مواطن فلسطيني من الداخل في متاهات معينة. طبعا حكى انه هم كانوا مع بعض الستة لحد ما وصلوا النعورة، كانوا في المسجد زي ما حكى بالروايات، وبعدها من النعورة تقسموا لمجموعات، يعني كل مجموعة كانت اثنين وكل واحد راح باتجاه اخر. طبعا هو حكى انه احنا ما رحناش باتجاه، احنا بنعرف الاتجاهات، بنعرف المنطقة، انا بعرف المنطقة وبعرف وين انا كنت موجود، ولكن كنا حذرين نصل الضفة الغربية لأنه عرفنا أنه في حشود كبيرة على الحدود ما بين الأرض، ما بين 48 وجنين بالذات، يعني اللي هي أقرب نقطة على موضوع الهروب. بيحكي أنه مسكتهم كانت صدفة، مش كيف كانت الرواية الإسرائيلية أنه في حدا اتصل أنه طلبوا أكل أو صاروا يدوروا في الصناديق الزبالة على أكل، واحد اتصل وخبر عنهم. لا، هو بيحكي انه احنا كنا في الواد قريب على الجبل القفزي، وملكت سيارة شرطة اللي شافتنا بالصدفة، وهناك عرفونا وهناك انمسكنا. طبعا حكى انه من اعتقالهم، بوقت اعتقالهم نكلوهم على، كانوا في تحقيق ميداني لفترة قصيرة، بعدين